الآن تركيا حريصة كل الحرص على الحفاظ على موقفها والتزامها بالاتفاقيات والتعهدات الإقليمية والدولية. لم تستثمر الانتفاضة العشائرية بشكل مباشر أو من قبل الأطراف المحسوبة عليها، ونعني هنا الجيش الوطني والفصائل العسكرية، لكن أتاحت المجال للعشائر وأبناء العشائر، وجزء كبير جدا منهم موجود في مناطق الجيش الوطني ومتصلين بالجيش الوطني وبحالة المعارضة السورية، أتاحت لهم المجال بأخذ موقفهم الوطني. لا نستطيع أن نقول إن تركيا قدمت أو لم تقدم الدعم للانتفاضة العشائرية. تركيا منذ وقت طويل تتكلم عن المكون العربي في شرق سوريا وحقه في أن يتخلص من الاستبداد والإرهاب الذي لا يهدد فقط الداخل السوري، وإنما تمتد دائما تداعياته الخطيرة خارج الحدود. لذلك تركيا معنية من كلا الجهتين، معنية أولا لأنها تعاني اكتظاظ كبير جدا ضمن المناطق المسؤولة عنها، مناطق المعارضة والجيش الوطني، وربما عودة أبناء المناطق الشرقية من هذه المناطق المكتظة بالسكان هو حق ومصلحة، حق لهم ومصلحة لتركيا ولمناطق المعارضة السورية، حق لهم أبناء المنطقة أن يعودوا لها ويتخلصوا من هذا الكابوس في شمال شرق سوريا، وهي مصلحة لتركيا بالتأكيد إضعاف قسد وإشغال قسد والانتفاضة الداخلية في وجه قسد هي مصلحة لتركيا. طبعا تركيا كانت تعمل على التخلص من قادة التنظيمات الانفصالية والإرهابية ضمن شمال الشرق سوريا، لكن العمل على الأرض لم يكن بسهولة قادرة تركيا على المباشرة فيه، أيضا بالالتزام بالتفاهمات الإقليمية والدولية، لكن الآن أن تنتفض هذه المناطق في وجه هذه القوى